خليني اخش بقى على الاجزاء اللي هي يعني برضو بتمس قوي ولي الامر، انه النتيجه اللي ده كله انه بيلجا للدروس الخصوصيه. طيب ما في دلوقتي منصات تعليميه الوزاره عاملاها مجانيه، يقدر يفتح المنصات التعليميه ويقدر يفتح القنوات التعليميه على التلفزيون ويشوف، لكن ما زال عندنا الاحساس بانه الدرس الخصوصي ده لا، ده بيأمني اكتر. لا هي تعود، هي الفكره مش بيأمني، الفكره ان احنا زي ما حضرتك بتقولي كده ان احنا قعدنا فتره طويله جدا متعودين على طريقه معينه في التعلم. ابني لازم يقعد قصاد معلم هو اللي يعلمه، او بنتي لازم حد يشرح لها. حته ان انا استخدم الاونلاين او التعلم عن بعد في تعليم خاصه المرحله الابتدائيه والمرحله الاعداديه ممكن اقول لك تنفع في الثانوي، طالب يعني مدرك واعي ويقدر يفهم ويختار ويوقف ويعيد وعن، لكن الطفل يعني صعب ان هو يعتمد على التعلم عن بعد يعني مش، وخاصه لو المستويات اللي هم الاهالي ما عندهمش وعي ما عندهمش مستوى تعليمي معين مش هتقدر تساعد الطفل. كلنا كنا بنتعلم برضو بنسمع البرامج التعليميه، قنوات البرامج التعليميه في التلفزيون يعني يعني بس ابتدائي والله مش ابتدائي، انا معاكي فعلا بس لا ما احنا بنتكلم على السن الصغير. طب دكتور على السن الصغير ده بقى احنا عندنا مشكله دلوقتي تخص رابعه ابتدائي. رابعه ابتدائي الاهالي عندهم يعني كذا نقطة بيتكلموا فيها، إن عدد المواد كبير 12 مادة غير التوكاستو، إن هم مش قادرين يفهموا مسألة التقييم بتاعة الألوان، إنه مثلا الـ 85% بقى أزرق 75% بقى أخضر، مش قادرين يتأقلموا مع عدد الامتحانات. رابعة ابتدائي بقت عاملة مشكلة لعدد كبير من الأهالي. الحقيقه لان هي رابعه ابتدائي كان عليها الدور في التطوير، يعني التطوير بقاله دلوقتي من بقاله 4 سنين ثانيه ابتدائي والدور وثالثه ابتدائي السنه اللي فاتت، السنه دي رابعه ابتدائي وده المنهج الجديد. وزي ما قلت لحضرتك المنهج الجديد منهج مش تقيل قد ما هو محتاج معلم جيد متدرب كويس، وده مش موجود. محتاج حصص انشطه كثيره جدا، يعني التكاستو ده عباره عن نشاط. طب انت حضرتك اصلا في المدرسه 3 فترات، الحصه ربع ساعه، امتى يبقى في نشاط؟ يبقى ساعه ونص اصلا، بيبقى ساعه ونص النشاط. فحضرتك يعني الاهالي يعملوا ايه؟ طب الدرجات دي هتتحط ازاي؟ الشيء طبيعي. وبعدين السنه الرابعه طول عمرها على فكره السنه الرابعه طول عمرها صعبه، يعني انا فاكره من ولادي كانوا صغيرين اول سنه ياخدوا علوم، اول سنه ياخدوا دراسات اجتماعيه، فبتبقى يعني انتقاليه.